بس 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 بأكثر أهلاً بس بأكثر. هذه أخونا فيصل راس بصمة. الكاميرا هذيك أخوي فيصل تحمست أنت حطتها كذا. فيصل حبيبي وش معنى الصورة هذه؟ الصورة هذه تتحدث عن أشياء في القلب. في القلب يعني لا يمكنني أوصفها. شكله يحب ممكن لا أنا بجمع تسال. طب الصورة سم خلي عبرنا عن صورته بصوته. تفضل بصوته. يلا قال لك فريد عبر الرسمة دي بصوتك. صوتك شباب 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 كل ما علمتك شلون تلاقي تبني ما بيني وبينك الفسوق اختلافك بعد خلي البعد راقي لا تهين احساس لا تجرح شعور لا انت ذلبة والله يا بطل بطل يا بطل والله جد مدقن والله لا 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 ترجع ان شاء الله ترجع ان شاء الله لا توسخ حبيبي راجع ان شاء الله انا تقر مره الوضع جدا عادي شباب نجيب الرسمه ان شاء الله الكوهر